يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله ولا ليال إلهي بما أسكاله سبحانه وتعالى إساوك آيه كيني قوري قوري ساكمي دا ما أنتا أوي تاريخ تاي تدبادة بيشا لو يطمناد كون أفر بقول صدوني يساقال أو وافق سن سديه تمنك بيشا سديه داد لابدو كون يسديه تمنك. وحان إساوون نمد بإذن الله تبارك وتعالى سند دوسيتك إنان قابانو حفلدي سند دوسيتك مدرسة السلام وتربية الناشئين بإذن الله تبارك وتعالى. وحان إن شاء الله تعالى كفران دونا آيات القرآن وحان ينوس جيدين دونا آيات القرآن كأرض كاملة أرض مدرسة السلام. مجلس وحال إلى السكرية عبد محمود فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل نزاعة للشر
إن شاء الله وحينا وحيك دونا شيخنا الفاضل وينوسو جين دونا كلمات ير ووعدي وانا ويسوجرا شيخ عثمان محمد شيخنا الفاضل فلتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما بعد وحان سهول نمد حفلة تنوق على السن دنو ذي اللقبتة حفلة صاعة كلام رب العالمين أردي يو والد ب حفلة دان قيمة بدن له وما تسوني مت ما أها وحكة له وتكريم ويان إن لويني ويان أم حالي رضا كلام الله وينين تدعي هالك أسوك كنتي الحمد لله تاسم حد الله يسكله كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيما شيء والبو كحر القرآن وحونا غنى يوح شيء آذ أوين أبلارا كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيما قف والبو قرآن حفظاي أما كد ذالي برشد القرآن وحونا غنى يا شيء قاس شيء دنوذ أو قالسا جبريل عليه السلام ملك جبريل إلهي وحو أسو ديبي قرآنك سيو أسو قارسي نبو محمد صلى الله عليه وسلم كذب محادعي ملك الجبريل وحو نوضي جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح سيد الملائكة إلهي وحو أدورتي إنو نغضة ملايد سيد كودة أما هقاميها ملايد إنو نغضة أنت أسنوحو كقاري وقرآن كا وصمي بالروح الأمين وحال لغم أقعوي آمين بالروح الأمين أيا لغم أقعو ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد نزل عليه القرآن قرآن كي يلقى صوتجي فأصبح سيد الأولين والآخرين وحو نغضي كان أغهرية يو كان أغضن بي أنبيدة أي نغض قيمة يو درجة إلهي وقارسي أنت أصنوحك لك مقارن وكتاب كان الله يقاري ويو مراحل فربضن بصومري سفضت بمارك إلهي نغسو قارسي الحمد لله مارك والد يو أرديب إن لغود دالة برشد القرآن إن الله نغلسن القرآن نزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أمديس أيا لغسو تجي القرآن فأصبحت خير الأمم حين أغذن أمد تن أو خير كبذن وأمد أغذن بيس هذا ما حين أغذن وأمد تن أو خير كبذن مات وقوم كان إلهي كسو صار وفضل القرآن كأولي هيوين ونزل في رمضان رمضان بالسودة جي قرآن شهر رمضان بشا محين نوت فأصبح سيد الشهور لو يطبنك بلوت وبشا هو خير كبادن هو فضل كبادن أي إلهي أدورت ومحين تاس درجة تاس محالك قاري وبرشد القرآن كريم أما قرآن كريم جبريل بلوسو دي سيد الملائكة أي الله أدورت نبي محمد سيد الأولين والآخرين ونزل في رمضان سيد الشهور حين وقت وبلها بشؤو خير كبدن
رمضان واتقاني. ونزل في ليلة القدر. ليلة القدر واتقرني سان تضوي لواتنك بشر رمضان أحد لقى باربارة محين نوت. فأصبحت خير الليالي هبين ذهبينك أو خيرك بعضا أما مالانت مالانت أو خيرك بعضا بين نوت أي إلهي أدورت. قفو القرآن كحافظة وكد ذلك برشديس خير الناس وحو نغنى يا قفك أو خيرك بدن ومدن قومك صعطة إلهي وحو قدرنا كان أو خيرك بدن أي إلهي كدقى يا marka qof walba waxaa loogu baahan yahay inuu ka dhiga noloshaadi hayaatadaadi yoomkaaga maalintaadi dhamaan isku soo wada duub noloshaada oo dhan inaad la saaxiibtid qur'aanka kariimka ayaa lagaaga baahan yahay waayo maalintaad ka bilowdo yoomkaad ka bilowdo akhrinta qur'aanka kariimka ah waa maalinta kugu fiican oo ku soo marta dunida حسلون هذه اللي رادة عفمات هذه اللي رادة وما لن تكون فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحالة المامي كان إنه خيرك بذن إنه يهي من تعلم القرآن قفك برنا قرآنك لمن بلت المام إن القرآن كي أدبرتي دول أكعدد كتاب كان برشديس وإما إن هذا دبرتي دول معال النغطة أو دد كسي قارسي مارك خير فربضان باكو دوغون احفظوا القرآن فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعلى القرآن نبي وحو ليهي قرآن كحفظة أو برتا أبت كهلا بر قلبي قرآن كجر إلهي ما عذاب أيو ليهي قلبي قرآن كجر إلهي ما عذاب من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة قفك أخري حرف كمذا حرف كمذا قرآن كحسنات أيو ليه أجر بو أصونات وما حي أجر ك لما شاقي كر لما فهمي أجر مرك ليراد لما فهمي لكن مرك شيء هذا يبسين يسيد فإذا مرك كوس وكر ليس waad garan kartaa laakiin ajar ajar waa maxay waxaa laga hadlayaa markaad ajar maqashid waa shay ku dhacay accountigaaga aakhare ma aha adduunka ma aha alif lam mim xaraf ma aha sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu tilmaamay xasanaadka laga helay ألف حرف وين واللام حرف وميم حرف من عشرة حسنات بسم الله الرحمن الرحيم قف قدمي سورة الإخلاص أما سورة الناس هذا ما لين نساء حرف كبلو حسابنا طبعا حسنات يو إنك بدن أضعاف مضاعف وكسي بدنيا لا حسد وحاسد لراد مجرى لي إلا اثنتين لبن مويانة لبن بلسكو حاسد كرى لي دوني ذان وام حي لبدا من قف وين قرأ كتاب الله ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار وقفك أخرين قرآنك هبيني ما لمبه
وإن القفك ما جرست لدون إتراد أما قف إلهي هانتي يمال سيي مركز صدقين يهبيني مال والله بحاي لكن محونو قاري كارين قفك قرآن إلهي كما نيست وقرآن كآخرين قفك سنبون قاري كارين السيغن كتاب أنزلناه مبارك وكتاب بركيس ويان وإن فرعي وحان كسامين لهن دوندان دوشيدان تان كنو الله يو آخر مركان تقنبه معلن تقيامة أيو كاغشة كينة وحو كاهوري يو أحد قبن لهن وحي مركا عملات صوصة ميستي جني يو النار أسيقا كهاجة يو كوشيه غاين انتا دوند كنو شاي الدون كنتا تشوقينو وحي عاد قبن لهذا ولو شيء قرآن كسكها الله ما فرطنا في الكتاب من شيء وحب الله وقم التقين تلابة قاد لهذا وحد ثمين لهذا عمل كاي لما وحا إنه قور ماي كتاب كاس بارك الله فيكم مارك وحا ندين ليهي حلقو دذالة برشد قرآن كا وبدكنا حلقو برارجي معلمينت حلقة ديرقليو ديرقلين حلو السمايو حلقون الددال إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد إن شاء الله تعالى وحينا وحيك دونا إن طلاب أرددي أردك مذا مدرسة السلام أجاي نسو جين دونا بإذن الله تبارك وتعالى كلمات ير ويسود ياريين oo ay taasi ka dhigan tahay in ardaasi soo diyaarintay soo diyaarinayaan ay tahay in lagu dhirido oo lagu daydayaga halkaasna waxaan ka qaadan karnaa ardada soo jeedinaya inay madrasadu ay ardada dhirigelin waqti kasta ay siiso fal tafadhal mashkura soo dhawaada ardaya نحمد الله الذي خصانا بتعليم القرآن العظيم ونصلي ونسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه المجودين للكتاب المبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي ومعلمين الكرام وضيوفنا الأعزاء أحييكم بتحية مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنفتتح حفلتنا من آيات الذكر الحكيم وستقرأ لنا الأختنا العزيزة ممتاز أحمد علي فلتتفضل مشكور المشهور بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وستلنا فرقة الأناشيد فلتتفضلي مشكورة المهجورة يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي لله حمدا فاشكري لله حمدا فاشكري وعن المالك فارجعي يا رب وإلى الحساب تأهلي الحشر حق
فاخشعي وإلى الحساب تأهلي الحشر حق فاخشعي قبل الممات فإنه يوم الرجوع لترجعي قبل الممات فإنه يوم الرجوع لترجعي يا نفس توبي وارجعي يا رب يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي لله حمدا فاشكري لله حمدا فاشكري وعن المالك فارجعي يا رب لله في اليوم الذي جمع الخلائق فاجمعي لله في اليوم الذي جمع الخلائق فاجمعي هذا الكتاب كتابه يهدي إلى المتورع هذا الكتاب كتابه يهدي إلى المتورع يا نفس توبي وارجعي يا رب يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي لله حمدا فاشكري لله حمدا فاشكري وعن المالك فارجعي يا رب يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي هذا الكتاب كتابه يهدي إلى المتورع هذا الكتاب كتابه يهدي إلى المتورع وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتغلعي وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتغلعي يا نفس توبي وارجعي يا رب يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي لله حمدا فاشكري لله حمدا فاشكري وعن المالك فارجعي يا رب دنيا تراب زائل فعن التراب ترفعي دنيا تراب زائل فعن التراب ترفعي وإلى الإله وأهله في كل حال فارجعي وإلى الإله وأهله في كل حال فارجعي يا نفس توبي وارجعي يا رب يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي لله حمدا فاشكري لله حمدا فاشكري وعن المالك فارجعي يا رب جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء وصلت لنا فرقة الأناشيد الصومالي فلتتفضلي مشكورة المهجورة أضربي بايسكالي أضربي بايسكالي على هادنك أمي أين أجاينا أركم أيا عودا إسكالي أما الرسول بايسكالي أما الرسول بايسكالي
إسكاله أبا الوالد با إسكاله أبا الوالد با إسكاله أبي يهو يا إسكال أمالي منتا إسكال أرداي داي مؤتين وبهي ودن كاينو ناي وبهي ودن كاينو ناي إلا إسكيد الكاينو ناي أعيد الكاينو ناي أرداي داي مؤتين Chalego ay dola an, chalego ay dola an. Ako tuna ay ifting, o adama kuat dehe arday day mo ogtin. Madarasa da salam, akhlaq belang kahala, aslub tera kadaram o datkay. كوادينا يا وحلنا أي السلام أخلاق أبود سا أقود سالا جاهلا أهل الدين بافديا تلمان تا السلام أستانت مدرسة واسلوبي التعليم أبشر ولا غفر أو إبي فريق ميقا إيه اللو مقعيد هاتيرو مامولا مامولا يا ماما قعدي أي بايو مالي من تيسا كالا ومبسوط أنو كالنهاي وستلين الأختنا العزيزة هودا موليد حسن وستقرأ لنا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلتتفضلي مشكور المهجورة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون في الدنيا تقدموه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صحابي رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خلينا الأختنا العزيزة مواهب أحمد علي وستقرأ لنا كلمة تتكلم بر الوالدين. إن بر الوالدين من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، وهو شكل من أشكال الإحسان الذي يتقرب به الولد من والديه، وهو طاعة أو يجيبها الله تعالى ووصلها بعبادته فيما نهى عنه وقيمة، وجعل ذلك من أعظم رضا الله وتسبب الظنك وشقاء لإصلاحها في حياة الدنيا والعذاب في الآخرة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وستلين الأختنا العزيزة ممتاز محمد عبد الله وستقرأ لنا شعر العربي فلتتفضل مشكورة المهجورة. فأدك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خذر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غضيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم دا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى، أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مضاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقي ذكره لك إن ذهبت، هو العضو المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل إن أردت، وكنز لا تخاف عليه لصة خفيف الحمل يوجد حيث كنت،
يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روط ولا دنيا بزينتها كلفت، فقوت الروح وأرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت، فواطبه فخذ بالجد فيه فإن أعطاه الله انتفعت. بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفه، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وسائلنا فرقة الأذكار، فلتصفط المشكورة المهجورة. لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لنا الأختنا العزيزة ممتاز علي إسماعيل، وستقرأ لنا شعر الصومالي، فلتتفضل مشكورة المهجورة. دعون دورشو دعوية تقول غايدو دبركو كترايو دكتركا كولاعو ديمان كدوينيو نفتا عضو دقاغضيو دبركو كترايو دكتركا كولاعو ديمان كدوينيو نفتا عضو دقاغضيو دبركو كترايو دلنتي ودن كايقال يدا كدقيسة ودقاغة تعلينتا جهلي قوا دعون دورشو للكو كنا غاديو هدو ديمان كبوحيو دمعدي سيعيديو رابدي سلحي شو درتو اي مالب هورتو لما انتسنا شيدالكا ردن لوغو تغاييو لما دافسن كرايي علميقيا وحت دافشي لانتي ودن كيغاي يدا كوداقي ساو دقاقة تعلينتا. وستلين الأختنا العزيزة هو ذي كمال حسين، وستسألوننا الأسئلة، فلتتفضلي مشكورة المهجورة. حيث ويدين دونا سؤاله سؤالوا بغتي عن سبوة ستي سؤالوا دوا أفر هبلها يا أفر نمضى هبلها سوكعا أفر تابلو دي سؤالوا سوكعا حالا جوه لا قارون. روك على لقوي. كان. شو صرت هذا؟ حنشينا نعوض صباح النصف يعني. يا وجي ورقدي ونبي سليمان ودي رب القيسة. شبرتي هذول. سأش جوابت إنساس السحقت. لما قبصة. يا لبا. نصف كده أنا. أنا لسه صباحا. مقعي لو يقاني عمر بن هشام. أبو جان. هاي لمبر قبصة. لمبر تطبع. سأش جوابت إساس ساخدة لمبر تطبع نو إيقدام. توني أربع صباح. كم وها مؤدنك رسولك صلى الله عليه وسلم. بلال. سأش جوابت إساس ساخ كتير لمبر قبصة. لمبر صدح منو إيقدام. تسكول دي طيئت. أبسكول رسوله. نبي قال هذا الهرير ميديا. نبي شعيب. عليه السلام. الله أنت سأش جوابت إساس ساخ كتير لمبر قبصة. يا. لمبر سديد. كو إيقدام. كيني نسي شكلات الصبح نصيف يعني قراءة وبنان إن الوقت أخرية قرآنك وحلو بني تبان قراءة سأش جوابت إنسان سيساق بتاين لنبر قصة لنبر شام موسيقى
waa garfeer iyo muraayad. Sheega asxaabigii keena fikraddii ahayd inay gud liqoto dagaalkii axsaab. Salmaan alfaris. Su-aasha jawaabteeda saasay sax ku tahayna si lama qabso. Lambar afar. Sheeg nebigii laga soo saaray waddan afrikaana. Waxa waa nebi muuse waxaana laga soo saaray dalka masar. Su-aasha jawaabteeda saasa ayay sax ku tahay lambar qabso. sharabaadoo soo baxay. Waa akhiiran waliisa aakhiran wasanakhtatamu can xaflatuna min aayaati dikra alxakiim wasataqra'u lana saabirin khadar jahuur faltatafadali mashkuura almahjuura. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ودعها للأنام. بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، السلام على مستمعينا الكرام من سادة والسادات، السلام على معلمينا جلة الذين نوروا قلوبنا بالعلم وحرروا رقابنا بالجهل والظلام، السلام على مديرنا الفاضل النجم اللامع الذي فاق الأقران واستحق اسمه أن يسر بالماء الذهب. الله أكبر. السلام على طلابنا الأبرار الذي ميسوا بالأخلاق والآلام. أما بعد، محمد عبد هيلين ما شاء الله. حمسة عبد هيلين كريم الفاضل رضوان إبراهيم ولي ما شاء الله. كريم الفاضل عبد الرزاق ديق عثمان ما شاء الله. معلم الفاضل نور الدين عمر هيبي ما شاء الله. فاضلة عائشة عبد الرزاق إبراهيم ما شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر مريو macalimiinta iyo ardayda sida sharafta leh u maamusay macalimiintooda. Haddana waxaan kusoo dhaweynayaa maamulaha madrasada Salaam, Sheekh Maxamed Cabdi Haybe. Falitafadal mashkuur. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah alqaa'il لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقائل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى مهدله وحن فردنا قري قريها إلهي سبحانه وتعالى كم إذا إنه أكر قاضينا أموينينينا الله سبحانه وتعالى كتاب كيسي ما قرآنك كريمك هاي نوى كرو قاضينا قرآنك كريمك هاي وحا ووبا هيا هاي إن لغو تدبرو أول وينيو وميل كستو أول لغو هايو هذا لهين تيسا يا آخرين تيسا يا كشيكين تيسا إن لغا قيب غلو
وايو إلهي با سبحانه وتعالى نقول حريصان آية نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحوليه هي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله دول كمكل ما قري قريها إلهي كمدا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يقعوا كتاب إلهي سبحانه وتعالى آخر آية سنردق آية سكنردق إسان آية دراسين آينا هذه أي ترتسل أساسا صيد عضو إلا نزلت عليهم السكينة تتكا وحاكو سودكتا حسلوني وغشيتهم الرحمة وحاك لو الضبوشة نحريس وحفتهم الملائكة ملائكة نقار بكقبتا وذكرهم الله في من عنده الله سبحانه وتعالى وحو كحسا عد أكتسا أهو ملائكة شرفت بضن لا أكتسا شوكتا أيها الله سبحانه وتعالى إلى هذا بل دولك أدون كيتشوغا سيدا يؤوينين أيام كتابك إلهي سبحانه وتعالى وفي رصده ولا ليال كتابك الله سبحانه وتعالى مرك الله أخريا أيو أما لدغي سنة أيو وحا مهمة وأدبتي سكمدة إلا آمصو الله سبحانه وتعالى قرآن كوحو كله يهي إسوغو عنانانا يقول هذا قال هذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قال هذا قال هذا وحي لأن إلهي سبحانه وتعالى كقالوا بي كتابك إلهي سبحانه وتعالى مرك الله أخريا أيو كبوق أو كقيلية إذن كحب بدن دونه الله سبحانه وتعالى وحينا ليه هي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون كتاب إلهي سبحانه وتعالى مرك الله أخريا أيو وفي رسادة وحوين ودقرها الرعية وآذي آذو دقيستا وآموسا لعلكم ترحمون أي لكي ترحمون سيلا إذا كنا حريستو مرك أولا ليه سيلا إذا كنا حريستو كتاب إلهي سبحانه وتعالى مرك الله أهد الله أيو أما الله أخرينا أيو إن شاء الله تعالى إنو وينينو إنو كاموسنا إن شاء الله تعالى هل كوحا نوضح قلنا يا شيخنا شاء عثمان محمد الله سبحانه وتعالى بركيه وقراء كتاب الله سبحانه وتعالى آخر ذي كم ذي هاي وحوى ينضله قديه سنة معلمين بضان أرض بضان كله وحوى ذكر وحكر دقي إما كان ذكر دبدي سوى حكر دقة وودك قدر لهذا وحكر دقة آيات قرآن إن شاء الله تعالى انتينا برامج كنا نقول قلنا أي شيخ إن شاء الله إنه آخر دون سين حريص سنوض وشو هلا آمسو هلا آمسو بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نذر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم صدق الله العظيم.
جزاه الله خيرا الله سبحانه وتعالى كابال مريو شيخه الايات القران كا رونتي قلبي اكو قوبايه وحلا اسكو اخرينا كتاب الله سبحانه وتعالى وقيم بدن انت كدي ولا ليال ان الله سبحانه وتعالى مهدله ما انت وحن اسو نيمي سينو ارديننا ولا فرحنا ان شاء الله تعالى كتابك إلهنا سبحانه وتعالى إن وانو إيو وعدي وقادنا إن شاء الله تعالى أرددنا إن غفر حيصي رونتي برامج ذا وحوين أي دياريين معلمين إلهي سبحانه وتعالى هبركيو معلمين ذا وحويان لقرب شيء يقونا واردين مسكح وضعي علون تاي رونتي وآذي آذو قيمة بضن وانا يحفذين وانا يكود دالين مدرستنا مدرس السلام لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه وتربية الناشئين waxay leedahay hadaf ama waxay leedahay yool ama waxbay higsanaysa inay gaadho ay doonaysa higsiga madrasadeena ugu horeyn waa rida allah subhanahu wa ta'ala wal janna ilahi subhanahu wa ta'ala inuu naga raali noqdo oo wax weyn janna inuu ku galo hadafkan u soconaa inuu ordina ka weeyo insha allah ta'ala dambaalka ay gudbinayso ama qoraalka ay dirayso wax weeyaan ee mujtamaaca ay ku dhaxtaalo guud ahaan waddanka Soomaaliyeed gaar ahaan caalamka oo dhan waxaan jeedaa gaar ahaan caalamka guud ahaan caalamka gaar ahaan waddanka Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaaliland gaar ahaan xaafadeen Axmed Gurey waxa madrasadu u gudbinaysaa runtii waxa weeyaan in la helo arday ama ardayad ha ahaado qof yar ha ahaado qof weyn ma kala laha madrasadu intaba waxa way u dadaalaysaa in la helo arday kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala akhrinaaya oo xifdisan oo waxa weeyaan kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sugan yahay dambaalka labaad ee gudbinaysa waxa weeyaan arday akhlaaq leh oo waxa weeyaan akhlaaqdiisu ay kor u tahay waxa weeyaan u dhisan tahay oo macallimiintu afar ilaa toddoba saacadood ay wax u sheegayso madariska maanta waddanka ka jira waxa aad iyo aad iyo aad waxa weeyaan uga liitaan badankoodu dhamaantood ma oran karaayaan badankoodu waxa aad uga liitaan ardayga quraanka waa la xifdisiinayaa laakiin wax allaale wax akhlaaq leh ma jirto markay saa uga baxaan madrasada ayay soo dalaynayaan markay madrasada uga baxaan bay soo dacaayaan markay madrasada uga baxaan bay jaarka shiidayaan markay madrasada uga baxaan waxa weeyaan waxay arkaan ma waxa weeyaan ay dhibaato iyo dhib ula taagan yihiin laakiin madrasadeena waxaan in badan xooga saarnaa ilaahay ba subhanahu wa ta'ala tawfiiqda iska leh laakiin anagu waxaan in badan xooga saarnaa inaan la hadalno ardayda oo wax u sheegno oo akhlaaqda wanaagsan ay u qaadan lahaayeen uguna dhaqmi lahaayeen guryahoodana looga arki lahaa deegaanka ay ku nool yihiin looga arki lahaa inay waxa weeyaan ay la yimaadaan maanu runtii in badan xoog aanu saarnaa ilaahina subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu allah subxaana wa tacala nagu garab galo aamiinta idinkuna noo xoojiya allah idin barakeeye intaa kadib walaalayaal waalidka ubadkoodii iyo wax weyaan beerkoodii ugu talagalay waxa weeyaan keenay madrasadaas ee inay wax bartaan u keenay waa dad ilaahay subxaana wa tacala kitaabkiisa jecel qof aan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala jecelayn muu keeneen madaarista qur-aanka lagu dhigaayo laakiin waxaa ka muuqata waalidka markay ilmaha kuu keenayaan waalidka in waxa weyaan ilmaha ay keenayaan meesha inuu qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala bartay jecel yihiin waxaa kaaga muuqanaysa halkaas inay ilmahooda khayrka la jecel yihiin iyaguna waxa weeye khayrka ay jecel yihiin marka niyada fiican ee waalidku waxa weeyaan ay naga qabaan ilaahay subxaanahu wa tacaala annahu allah noo rumeeyo allah noo rumeeyo waxaanu ka codsaynaa waalidka haddii aad noo keenteen ubadkiinii iyo ubaxiinii aad noo keenteen intaa hanaga hadhin oo maalinka qortaan yaana nagu kiin damaynina inaad nagu soo noqotaan ilmahayga xaguu marayaa ilmahayga xaguu marayaa ilmahayga maxaa u kordhay meesha muxuu ka bartaa waa inaad nagu daba joogtaan sida oo kale waalidka marka waxa uu bini aadam baan nahay khalad uu naga dhaco waxa weynana khaladkii sidiisa aanu lagu qaadinay in waxa weyna loo asturo oo waxa weyn nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal aakhira qofka qof muslima adduunka ku asturo ilaahay adduunya aakhira waa asturaaya ceebta waxa weeye naga dhaca intana loo asturo na la dhaha war halka yalkasaa waa ka liidataan balka wax ka bedela waxaa noqonaysa inay wixii isla toosino oo waxa weeye aanu dariiqayn doonaynayo khayrkeynu doonaynayo kula dhaqano allahna subxaana wa tacaala ummadda nabi maxamed guud ahaan wuxuu ku ammaanayaa كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وحتهن أمد لسو صارت بخير كبنيت محاك النقطين تتكى هناك فرتان حمانتنا كربتان إلهنا سبحانه وتعالى وارميسان انت هكذا ولا ليال وحا نبي عليه الصلاة والسلام وليه هاي
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قفك نحمان أركا قعانو حكي غبطة يور دافين هذه قعانو حكي غبطة كرواية أفكا وحكي غبطة هكاه الله وحنا وحصان وقصوا بيري حمان تصين سوق الشان إسكا قبنو المهن يا أرضي جيني وحبرنا وحصان وقارنا هلقا غبطة وحا لقا بدل معلن وحنا كفرنا وندا يوحشاقا إن بضمن والدين وكفرنا way waalidintu waa inaga xogalsan yihiin ta islaamnimada way naga soo horreeyeen waa dad way naga waawayeen xaqiiqatan marka waalid kasta waxaan u leenahay haysiyasin madrasadu waa madrasadaadi cidi kaamalaha hamoodina meesha marka ilmaha kaantay anagu aan u gaar u leenahay idinka u bixin iyo daayirtiin ay dhiganayaan idinka la rabaa inaan la jecel badan ka qabtaan idinka la rabaa in badan ina waxa maxaa macallin madrasad waxa weeyaan ku soo kordhay maxay madrasad macal u baahan tahay inaan dhex taagnaato idinka la doonaya waayo شيخ كتاب الله سبحانه وتعالى أجلسان يا فكرك أجلسان يا هذاك أجلسان ضمان إله سبحانه وتعالى سيدي إذيا لا عدك لو حبك قدون ميسان مركب من رزدة الحافظة أن قطع الله إله سبحانه وتعالى وحن غبر يا شيخ إني شيخ محمد عمر دير أوردي سي إله سبحانه وتعالى مساق حسناتك الله وصار سيجد كيوم درجة مساق حسناتك إله سبحانه وتعالى مساق حسناتك الله وصار إنك نوح على الرواء إنك على نوردي سي إن نوح ويان أينو إلى شنو وواحد ويان أينان كو إلى شنون أرض محاكاة صوب حين أينان سجنه والهرت واحد ويان ماشى واحد ويا حيت المهج قادين يسوع محاد حي أباهن تهاي محال لجربا إن واحد وين بدنا نحتاج نضوالك مرمان تاس إن شاء الله تعالى والدين تسجرا نوكل مدونا بيد الله تعالى وواحد مودعين والدين تأذي أذن وجيريه ما لا عبان يان وإلا يهني المهج واحد ويان إذا صعش قران جرواي أما واحد ويان قاركود ده أنت أركان واحد ويان قران كي السوق أقوم يلفي عن مرايا أرض جاركو حساب طمعينه aya laranaya madrasad kala aqta meelahan laga furay ama waxa laranaya iskuul baa la furay markaas gacanta la qabanay hatta lagu sheegi maayo dhowr cishe ka dib laranaya ilmihi iskuul baa la soo qoray macallin keliga doon meel ma u haysa waxa way guldarada in haysta weeyaan kitabka ilaahi subhanahu wa ta'ala wax ka qiimo badan ma jirto shan arimood ama lix arimood baan ku soo koobaya oo Soomaalideen hore qiimaha badnaa ee qofka quraanka wax weeyaan dadka quraanka ay ku dhiri gelin jireen markaas waxa ay oran jireen lix qodob baa quraanka lagu bartaa u fiirsada wala leeyaan lix qodob ayaa quraanka lagu bartaa intaas ku soo koobaya waxay oran jireen qori quuda qalin farweyn macallin qaariya arday qaylo dheer habar qalqaalin iyo oday u quudhoog intaas quraanka lagu bartay oran jireen waa hadal qiimo badan xaqiiqatan marka si loo fiirsado waxay leeyeen qori quudka bariga hore buug ma jirin iyo waxa weyn waxaan ilbiriq sax jeex maayay inta waxa weyn maanta loo keeno isbuuc dambana aanu ardayga haysanaynin qoriga waxa weyn qaliga farta waxa lagu qori jiray quudka oo qori cadaan badan buu ahaa geedka quudka laga qoray qalin farweyn oo qalinka lagu qorayay macallin qaraa oo macallin wax weeyaan quraanka iyo qaana weeyaan macallinka sa wax weeyaan macallin aanu imtixaan ku soo galay ma soo galay madrasadaas macallinka sa imtixaan wax lagu soo galay wax weeyaan imtixaan lagu soo galay sida ardayda imtixaanka looga qaaday isaga imtixaan kor looga soo qaada marasa wax weeyaan ka dib leeyahay waxa ardaydu baa leysa wax weeyaan lagu eega lagu daba tagay lagu xisaabiya arday qeyla dheer ardaygu hadduu hoos wax weey codkiisa uu u dhigo waxba idma qalmayso wax weey wax baran maayo habar qalqaalinow islaanta waa inay wax weeyaan ilmaha iskuulka marka la tagaayo lixda subaxnimo amma shanta iyo barka subaxnimo amma salaada subax marka laga baxay arkaysa dhaxanta iyagoo taagan ilmihii iskuulka la geeynay wax alliyaaliye wuxuu ka soo baranayaa ma jirto haddana maanta ilmahaagu muxuu bartaa la weydiiyo qof qura waxa weeye ka jawaabaya ma jiro ilmaha iskuulka la geeyay laakiin quraanka hal xaraf qofka akhriya ee sababtaada ku barta nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiisii waxa weeye sheekhu noo akhriyay man qaraa xarfan min kitaabillaahi falahu bihi xasana walxasanatu bicashr amthaaliha qofka hal xaraf kitaabka ilaahi ka mid ah barta waxa weeye korba loo qaadaya oo ilaahay baa subxaana taala darajada kor u qaadaya oo ajar ku siinaya aakhir taanka waxaan ku soo gooyay qodobkii dhaxad baan ayaa waxa weeye ayaa hadhaya oday u quudhoog waxa weeyaan iskuulkaba waxa weeye wixii la leeyahay bixiya waa dhiibtaan xaqiiqatan laakiin mulcaamada ama dugsiga quraanka lagu dhiganayo dhammaan waana iskuul mulcaamadaha quraanka waxa weeye aad iyo bay u yeesiin xaqiiqatan inta aynu kitaabka ilaahay subxaana taala hoos marinaynana ilaahay subxaana taala kor noo qaad maayo arriga oo fiirsada walaalayaa wallahi ahanadin waxay ku jirtaa kitaabka ilaahay inuu ahanaysanay aynan dan ka lahayn oo ardayga bannaya inaan qadarnaynin ardaygu maanta hadduu iskuul uu shanaad ka baxo iyo hadduu shan jees xiftiyo ardayga iskuulka shanaad ka baxay baa uga qiimo badan ardayga shan jees xiftiyo wallah dadkeena badana haddana waxaad moodaa in wixii la doonayo haddana laga sii jeedaa moodaa arrinta aynu kor isaga qaadno kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inuu soo jeesanay insha allahu tacaala intaas waa canaan ayga ahaato iyo wax weyn waxu sheegmo والد كنا إن شاء الله تعالى وأكل مدونة سيجارة نأكل مدونة بإذن الله تعالى وحن تأكد وراعينا يا أرديني وحوي كلمة كهرجة شيء
soomaalidu waxay tidhaahdaa la kala dheere orodta maaha, la kala dheere orodta maaha. Macnaa waxay ka wadaan haddii la tartamo kolle qofunbaa dheeraynaya, imtixaan haddii la galana waa la mid oo cidinba ku horraynaysa, cidinba ku hormaraysa. Marka ardaydu iyo waalidkuba yay ka xumaanin oo ilmaheed yaa lagu canaanin ilmihii haddii uu kaalin geli waayo maxaad u geli weyday yaa lagu canaanin ee ha la dhahdo darashadiis ha la eego halkuu taagan yahay loo fiirsado dibata kor isu qaad ha la dhahdo ha lala dadaalo ka damaadku waa la dhiirigeliya laga damaad ku jiraad waxba doqonbaada waxba maad gelin haddii lagu dhahdo halkaasu doqonba ismoodaya finish dadka ummadda uu ka hadhaya xaqiiqatan. Marka ardaydii imtixaankani ka qaadna bishii ramadaan insha allahu tacaala ayaan maanta imtixaankeedii yeedhinaynaa.